السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت أن جيتوا في برنامجكم عن الصحة والغذاء. اليوم نهج لكم بأكل واحد نأكله دائما وفايدة شنو؟ الدرابة. الدرابة لو سينتيفيكمان بسموه إبسكوس إسكيلانتوس. وهو عنده فايدة للجسم، لكن الدرابة اللينة. الدرابة اللينة ده عنده موليكيول بسموه بيتا كاروتين. والبيتا كاروتين هو بس بريكيرسير، يعني هو بس بيسلنا بيفابريكي لنا الفيتامين ا. دون سو فورما اكتيف ده بسموه فيتامين ا في الجسم ده، خلاص انزيم بترانسفورميه بشكل بيبقى فيتامين ا في الجسم. وفيتامين ا ده بيدافي للشوف. بيدافي للشوف، ما بيقل الشوف، لان كان الفيتامين ا نقص من جسمك ده شوفك يقل. وده يعني كان تاكل الدرابه اللين ده بديك الفيتامين ا وبيساعدك بدافع لك لشوفك ده نظرك ده يكون كويس. وشنو بتن المهم نلقوه في الدرابه ده؟ الكالسيوم. الكالسيوم ده بيساعد شنو؟ للعظام، قوي العظام، عشان هو العظام ذاته مؤسس بالكالسيوم. إذن كان تاكل الدرابه ده العظام كلها بلقوا الكالسيوم ده. والكالسيوم ده مهم جدا جدا للسنون وللعظام. هذا ناكل الدرابه ده بيساعدنا في ده. لكن الدرابه اليابسه في وقت بيبوسوها ده البيتا كاروتين ده بودر. ودون فيتامين ا هكذا شويه ما بيساعد. دونك المهم ده نقدر ناكله ازيد اخير ناكل الدرابه اللين ده هو بيساعد للجسم. وشكرا.